رب العالمين على يعني هذه الساعة المباركة اللي أسمع فيها ما إن شاء الله أنه خدمة للدين والوطن وللشعب وخدمة لكل إنسان يطلب من المملكة أي مساعدة أي شيء فهي فيه خدمة الإسلام والمسلمين دائما وأبدا. وإن شاء الله أنكم أطلب من أخواني الوزراء أنكم تؤدون واجبكم بإخلاص وأمانة وتحطون بين عيونكم ربكم اللي ما بينكم وبينه أي فارق. أرجوكم وأتمنى لكم كل التوفيق وأرجوكم مقابلة شعبكم صغيرهم وكبيرهم كأنه أنا أرجوكم وبالأخص يعني أخص بهذه يعني وزير الخارجية سعود الفيصل مثل ما يعني قلنا أول ويعني سمعت منك أنك سفرانا يعني يكونون يستقبلون صغير يعني المواطنين وكبيرهم. والله يوفقكم ولله الحمد ما نقص من موازنتكم يجيبها الله لكم. وهذه إن شاء الله بينه اللي صار أشياء وبا يعني وطلعت الأرض أشياء وهذه من فضل ربكم هذه من فضل ربكم وشكرا لكم.